أخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا. قال ابن القيم في كتاب مدارج السالكين المراتب ثلاث: الأول التسديد، أن تفعل الخير بصواب وكاملا، فإن لم تستطع فقاربه، وهذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة التفريط، لا فعل الخير ولا المقاربة إليه. فعلى هذا ويتضح هذا بالمثال: التسديد أن تصلي قائما، أو أن بالمثال يتضح المقال التسديد بأن تصلي القبلة صلاة صحيحة، فإن لم تعرف القبلة تجتهد، والتفريط ألا تجتهد ولا تصلي، أو أن تصلي بلا اجتهاد ولا بإفراغ الوسع. لذلك الشريعة جاءت بهذا. ومن الخطأ ما يدعو إليه بعضهم أن يدعى إلى أدنى الكمال، بل الشريعة جاءت بالدعوة إلى الكمال، ثم إعذار من لم يستطع فعل الكمال.